اليوم كانت آخر دورة أظن بالنسبة لمجلس مقاطعة حي الحسني، دورة يونيو، وكانت فيها نقطة فريدة واحدة للدراسة، وهي تدبير النفايات وتدبير النفايات داخل مقاطعة حي الحسني بشركة أفيردا، شركة جديدة لبنانية. الحمد لله كان عرض الشركة حول الأسطول ديالها، حول تدخلها ديال مستوى جميع النقاط السوداء في المقاطعة. ذكرتنا أيضا خطة العمل واستراتيجية والآفاق ديالها في هذا رمضان المقبل، يعني كاينة خطة حول تنظيف المساجد، جوار المساجد، أيضا هناك خطة حول جمع النفايات الخضراء في الأحياء الفيلات وأحياء هذا. وكانت هاد كل هاد المواضيع كانت مهمة، وكل التدخلات كانت مهمة، إلا أن التعقيب ديال الإخوان أعضاء المجلس كان شيئا ملاذعا، وخاصة تهميش المناطق الدواوير والمناطق اللي تعرف لها شاشة. ما يمكنش نهضروا على تدبير النفايات الخضراء داخل الفيلات ونترك دوار حمر ونترك 17 كيلومتر ديال 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 القراوي اللي نضف للمقاطعة وزادها إكراه آخر وتحمل آخر. إذا كانت انتقادات أيضا حول الأسطول الضعيف، لأن كان أسطول واخا عطونا أرقام لا يرقى إلى انتظارات المواطن الحي الحسني فيما يخص النظافة. إذا كانت انتقادات وبالتالي سجلوها الإخوة الحاضرين، ويعلم الجميع أن هذا المرفق هذا يدبر من طرف جامعة الدار البيضاء، وفقط المقاطعة هي تتابع وهي عندها ذاك الدور الاستشاري والدور ديال رفع الملتمس لجامعة الدار البيضاء. والحمد لله سجل بأريحية، سجل جميع انتقادات جميع النقاط اللي اشاروا لها الأعضاء، ونتمنى إن شاء الله التنفيذ ديالو، ونتمنى إن شاء الله أن تؤخذ بعين الاعتبار مستقبلا. اللي كان من المفروض انها تناقش فيها واحد المجموعه ديال النقاط، ولكن ارتاعوا الاخوان على انها تناقش فيها نقطه واحده ديال خاصه بالمشكل ديال تدبير النفايات في المنطقه او في مقاطعه الحي الحسني. والحمد لله يعني رغم ان كما سبق وذكرت على انه المساله كتعرف او هذه الايام هذه كتعرف يعني اخر دوره من الدورات ديال المجلس في هذه الفتره الانتدابيه ديال هذه 6 سنين اللي دازت، وحنا مقبلين على الانتخابات المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. فرغم داك الشيء فكان الحضور يعني ديال جميع الاعضاء يعني بدون استثناء، اعتقد يعني اللي ما كانش كيجي راه ما كانش كيجي بطبيعه الحال من الاول، ولكن الحضور كان جميع الاطياف السياسيه كانت حاضره ممتله، وتم العرض ديال الاخوان اللي حضروا اللي كيمثلوا شركه النظافه، يعني داروا العرض ديالهم وتمت المناقشه ديالو، وتم يعني الوقوف على مجموعه من النقاط اللي تتهم يعني من طبيعه الحال حنا كممثلين ديال 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 المنطقه، يعني طرحنا واحد المجموعه ديال التساؤلات، ومن طبيعه الحال يعني كانت الاجابه من مجموعه من الاخوان ديال النظافه اللي جاوبونا وعطونا واحد المجموعه ديال يعني الاصلاحات اللي غتكون مقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذا في هذا في هذا القطاع هذا، وخصوص في الاماكن اللي باقي كتعرف مشاكل ديال النظافه.